بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المولد هذا هو مكسب وحلم كان يراود سكان المنطقة وليس الإدريسية فحسب، ونظن فوائد كبيرة لأن كانت أضرار فادحة لحقت من جراء انعدام الأكسجين في هذه الجهة، وحنا نتفاعلوا خير وإن شاء الله ربي تكون مزيد من التجهيزات الأخرى اللي تنفع المواطن. وسلطات الولاية مشكورة حتى ولو كان هذا العمل جا شوية متأخر، لكن دائما الخير من ما جاء كما يقولوا ينفع. اليوم المبارك الذي استفادت فيه بلديتنا أو دائرتنا وبالأحرى المستشفى الموجود ببلدية بهذا المكسب الذي نعتبره إنجازا كبيرا، كما أنه سيساهم في فك العزلة عن البلدية من جانب الصحي، بحيث أن كل المناطق المجاورة تستفيد من هذا الإنجاز، والجهة التي ساهمت من قريب ومن بعيد وعلى رأسها دولتنا والسلطات سواء محلية أو لها مشكورة، وكذا الجماعات المحلية والجميع له الشكر. رئيس المجلس الشعبي الولائي، المبادرة هذه لراكم المستشفى الإدريسية، واش تقولوا بالمناسبة يعني جيتوا مرافقين المولد اللي ربما جاء من خارج الوطن تركيا، ومجهودات كيفاش توصفوا الآن هذا الإنجاز الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه الأمسية السعيدة في هذه البلدة الطاهرة في هذا المستشفى، مستشفى إدريسية، نرافق هذا المولد مولد الأكسجين بساعة 60 متر في الدقيقة. هذا بفضل المحسنين وبفضل المستثمرين والمقاولين والتجار وغيرهم. نشكر من هذا المنبر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في جلب هذا المولد الذي هو تكون إضافة للمستشفى الإدريسية والتي تقع في الجهة الغربية من الولاية. وهذا المستشفى هو يستقطب الكثير من الولايات المجاورة، ولاية الأهواط وولاية حتى تيارت. وهذا المستشفى فيه مواصفات كثيرة، فيه أجهزة نافعة في هذا المستشفى. اليوم رافقنا هذا الجهاز وليكون إضافة لهذا المستشفى اللي هو مستشفى متطور فيه الأجهزة المتطورة. وكانت هناك نقص كبير عرفوا هذا المستشفى خاصة في الأكسجين، واليوم الحمد لله مبارك هذا المسعى الذي سعوا به المحسنين وأهل هذه الولاية. وإن شاء الله هذا يعتبر هذا السادس من المولدات في على مستوى الولاية. إن شاء الله يكون له صدى كبير، إن شاء الله يكون له نفع للمواطنين. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.